أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: البعض يعلق أساور في يده، وإذا سألته عنها يقول: صرفها لي الطبيب، فما حكم هذه الأساور؟ صرفها له الطبيب، الطبيب يصرف أساور؟ ما أساور، ما هو اللي يبيحها لك الطبيب، اللي يبيحها لك أهل العلم. الرجل لا يلبس الأساور، إنما تلبسها النساء. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.